فاز فريق كلية إدارة الأعمال بجامعة اليابامة بالمركز الأول في مسابقة تحدي بلومبرج مسك للأبحاث الجامعية الاقتصادية. طبعا شاركت 13 جامعة سعودية في المنافسة. فما هي مسابقة تحدي بلومبرج؟ ونتعرف أكيد عليها أكثر مع ضيفنا في الاستديو والفايز بالمسابقة الأستاذ طلال العجمي. مساك الله بالخير طلال. يا هلا والله، يا مرحبا، هلا وسهلا فيك، نورتنا اليوم. نور نوركم. طب طلال، بداية أكيد حابين نعرف وش هالمسابقة، حكينا عنها، مسابقة تحدي بلومبرج. أي مسابقة بلومبرج هي مسابقة علمية اقتصادية. المسابقة تكون سنوية، يشارك فيها جامعات، آخر شارك فيها 13 جامعة زي ما ذكرتوا، فيها أكثر من 270 طالب تقريبا. فكرة المسابقة هي أنه يطرحون مشاكل وتساؤلات لازم الطلاب يجاوبون عليها ويشوفون لها حلول. فكرة المسابقة السنة اللي فاتت، بما أن الحدث الأساسي كان كورونا، استغلوا الوضع هذا، وكان الفكرة أنه نتكلم عن كيف كورونا أثرت على الاقتصاد السعودي بشكل عام. فكان البحث عنه، شفنا كيف سنة 2020 أثر عليها كورونا، وبعدين نظرنا للمستقبل، كيف كورونا راح تأثر خلال السنة الجاية هذه أو السنة الجاية. طبعا إذا كان بإذن الله فيه، يعني السوق احنا شفنا من الخبراء ومن المعلومات اللي طلعناها أنه بإذن الله راح يبدأ يرجع السوق السعودي كما كان، لكن راح يعزز الشيء هذا إذا كان في لقاح ناجح ولقاح منتشر بين الناس بإذن الله. طيب طلال، إيش الهدف من النوع من هذه المسابقات؟ المسابقة هذه صح أنها تكون من خارج الجامعة، لكن برضه نشوف أن هذه فرصة ذهبية، رغم أنها خارج المنهج، لكن أول شيء تعطينا فكرة عن فرص العمل بعدين. يعني خلونا ناخذ مثال، لما يكون واحد موظف جديد وجاه المدير عطاه عمل لازم يسويه فترة معينة بشروط معينة، فهنا تعطينا ولو صورة بسيطة، يعني تهيئة. تهيئة، نعم، لسوق العمل بعدين. يعني هذا طلب منا خاصة بوقت الدراسة، أعطونا شروط معينة لازم نتبعها وقت معين، فأنا أشوف أنها فرصة ذهبية حتى لو كانت أنها جزء منها خارج الجامعة. أكيد. صح، خصوصا أنه في هذه الفترة، فترة الجامعة، ضروري أنه الطلاب ينخرطوا شوية في سوق العمل، ليأخذوا فكرة عنه، يأخذوا الكثير من المناهج، خلينا نقول، أو الدورات اللامنهجية، يعني تكون خارج المنهج، ويشدوا حيلهم فيها يعني شوية. يمكن حيكون الموضوع صعب أنه التوفيق بين الاثنين، ولكن مهم جدا. حضرتك متخصص في المحاسبة ما شاء الله. نعم، أنا متخصص محاسبة ما شاء الله. طب يعني لو تكلمنا قد إيش مهم إنه يكون في حافز أو تحفيز للطلبة بأخذ هذا النوع مثلا من المسابقات أو خلينا نقول التدريبات، خلينا نقول، أو المشاركة في هذا النوع من المسابقات. هذه المسابقات يعني تخلي الطالب يتعلم كيف يشتغل تحت أي ظروف ممكن ينحط فيها بعدين بسوق العمل. صح. فهذه فرص رائعة. أول شيء برضو يعني الفرص هذه تنمي طالب مهارات الشخصية، ما هي مجرد من المهارات. صح. العلمية اللي يأخذها بالجامعة. يعني أول شيء يشارك مع أكثر من طالب في الحكام من خارج الجامعة، فيتعامل مع شروط صارمة أكثر، فيتعلم كيف يشوف المعلومات، يطلعها، يختصرها بشكل مفيد، وبرضه يعني يتطور بشكل عام مهاراته الشخصية. صح. طب وش اللي يعني التجربة أكيد أنها رائعة، وزي ما تفضلت قلت يا طلال أنها من الجانب الشخصي والعملي وسوق العمل وكطالب واختصاصك وإلى آخره، لكن التجربة خلال هالمشاركة وتحديدا في مشاركة مسك أكاديمي هذه بلومبرج اللي قاعدين نحكي عنها، يعني إيش الأشياء اللي عجبتك؟ إيش الأشياء اللي نفسك أنها تكون موجودة ويمكن ما هي موجودة وإلى آخره؟ ومين المشاركين اللي موجودين معاكم؟ لو في أحد يعني يمكن يكون أثر فيك بطريقة أو بأخرى. اي بصراحه يعني كل شخص من اعضاء الفريق، اللي هو طبعا كل مسابقه يكون فريق 5 او اقل، كل شخص قدم شيء يميزه، ما كنا نقدر نصل لنجاح هذا بدون. فكل واحد كان له مميزات، استفدنا من بعض، قدرنا ناخذ خلال فتره المسابقه نشوف كل واحد ايش يميزه وكل واحد ايش قدراته الشخصيه، ونركز عليها ونخليه يركز بالموضوع هذا. المسابقه بشكل عام يعني كانت تجربه رائعه، تجربة أنا أشوفها ممتعة، لأني أنا أستمتع بالبحوثات وكتابة البحوثات والبحث عن المعلومات، لكن في طبعا الجانب الصعب بالموضوع اللي كان شلون زي الرهبة بالبداية فقط. رهبة أنه أول شيء كانت خلال فترة الدراسة قبل الاختبارات النهائية، وبرضو أنها كان من أحد الشروط أن نستخدم كمصدر أساسي بلومبرج تيرمينال،
ضمن مكتبهم اللي ما يعرفوا زي محرك بحث جوجل، لكنه خاص بالشركه فيهم. هذا بنك معلومات كامل عن المعلومات الاقتصاديه، فكان مسموح انه فقط نطلع معلومات منه. وهذا بس ابي اعرف يعني صراحه انت قاعد تقول كلام مره كبير صراحه، بس هذا خاص بالمسابقه نفسها او خاص بالشركه؟ لا هذا خاص بالشركه اللي مهتمين بالاقتصاد، اللي يشوفون وضع السوق، اللي مهتمين يشوفون يبغون يستثمرون. هذا خاص بالشركه، صار الدخول له باشتراك سنوي من خلال الشركه، فاحنا اعطونا بشكل مجاني طبعا على اساس المسابقه. فالمشكله هو الموقع مختلف تماما عن اللي نعرفه. استعراض المعلومات، استخراج المعلومات، كان لازم ناخذ فتره نتعلمه. صح. طبعا الجامعه ما قصرت معانا، يعني وفرت لنا غرفه خاصه فيها طبعا اللي هو له كيبورد خاص برضو عشان نقدر نتصفح الموقع. فمع مساعده الجامعه ومساعده المرشدين الحمد لله قدرنا نتعلم بفتره وجيزه ونطلع بنتيجه مرضيه. ما شاء الله عليك يا طلال، وطبعا انت الفائز يعني على مستوى المملكه في هذه المسابقه. كنا اليوم نتكلم عن الموهبه والهوايه والمحاسبه، معروف انه من الاشياء الصعبه يعني وفيها رياضيات ومعادلات وغيره، يعني هل انت من انت صغير كان عندك هذه الموهبه؟ اي انا صراحه الهوايه حقت الرياضيات وموهبه الارقام. نعم انا صراحه احب الهوايه واحب الرياضيات والارقام، مستمتع فيها جدا، عشان كذا انا دخلت المحاسبه لانها كلها رياضيات وكلها جرد معلومات رياضيه، فانا من الاشياء اللي انا هاويها. ما شاء الله عليك، يعني نتمنى انك كمان تشارك في مسابقات عالميه كمان. طلال شكرا لك وشكرا لوجودك معنا. شكرا لكم ويعطيكم العافيه. شكرا لك. مشاهدينا احنا مكملين معكم فقراتنا ونتابع بعد الفاصل. المرأة السعودية ريادة وتمكين، ملتقى حواري بينبع، والمشرفة منى الغامدي تتحدث عن أبرز أهدافه ومحاوره.